ذو الشهداء أمانة في أعناق العراقيين جميعا. للعام العاشر على التوالي تقوم مؤسسة الشهداء بإرسال ذوي الشهداء إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، واستعدادا لموسم الحج الحالي نظمت مديرية شهداء النجف الأشرف دورة فقهية في مناسك الحج، ضيفت فيها متخصصين في الفقه لشرح المناسك ومقدماتها وكل ما يتعلق بها. قدمت محاضرة لنا في بعض الأمور التي يجب على الحاج أن يراعيها قبل السفر إلى الديار المقدسة وما يرتبط بالسفر للديار المقدسة، والحمد لله كان حضور الحجاج والتزام الحجاج جيد في هذا المضمار، وحضورهم وتواجدهم واستماعهم ومقدار تفاعلهم واستجابتهم لما قيل في المحاضرة، ونشكر المؤسسة على رعايتهم لهذا الجهد المبارك وموفقين إن شاء الله. مديرية شهداء النجف الأشرف حرصت على اختيار متعهدين لنقل الحجاج من ذوي الخبرة في هذا المجال ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج من ذوي الشهداء ويوفروا لهم سبل الراحة في رحلة الحج. الحمد لله صار 5 سنوات أطلع على مؤسسة شهداء النجف، أقوم خدمة الحجاج جناني أساسا من ذوي الشهداء، وأقوم خدمة ذوي الشهداء، والحمد لله من المتعهدين الأوائل اللي نطلع، لكن نجي على مؤسسة الشهداء، وكان المكتب طالبنا بنفس الوقت، وكذلك المرشدين اللي تفانينا ومعرفتنا بالحج. أنا أساسا أستاذ أدرس الحج معهد الزهراء، ومثل ما يقول عندي باع شوية طويل بقضية الحج. حجاج مؤسسة الشهداء خفيفين الظل عليهم على ذوي الشهداء اللي مثلهم. ذوي الشهداء من أبناء النجف الأشرف الفائزون بقرعة الحج للعام الحالي أشادوا بالجهود التي تبذلها مديرية شهداء النجف الأشرف ومن ورائها مؤسسة الشهداء في رعايتهم وتمكينهم من أداء فريضة الحج. الحمد لله الذي رزقنا ندائه فوفقنا لحج بيته الحرام هذا العام سنة 1438 هجرية، وذلك فضل منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة التي لا تقدر بثمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الذين بدمائهم رزقنا حج بيته الحرام هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من قام بهذا العمل وتوكل على الله ونذر نفسه لخدمة ذوي الشهداء ولخدمة عوائل الشهداء وخدمة عراق الشهداء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، ودمتم سالمين موفقين إن شاء الله. نشكر مؤسسة الشهداء ما قصرت ويانا، طعنا عرصات وطعنا منحة وطعنا رواتب وسال حج ولو تأخر بس هم ما يخالف، هم نشكرهم. نشكر مؤسسة الشهداء يخليهم والله ويعطيهم العافية، الودونة بيت الله، أنا هاي اللي أريدها من عندهم، ويخليهم ويحفظهم والله مؤسسة الشهداء، من ودولي البيت الله، هي هاي اللي أريدها أنا بعمري، أريد الله يعود لهم بالخير والعافية والستر، ويحفظ العراق كله، ويحفظ الشباب العراق كله، ويخلصنا من كل واحد اللي كرهنا بجاه الحسين الشهيد. إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على قناة مؤسسة الشهداء جزء من الرعاية التي توليها المؤسسة إلى هذه الشريحة المضحية عرفانا لدماء الشهداء. ذوي الشهداء أمانة في أعناق العراقيين جميعا.